حادث هز قلوب 4 محافظات، تفاصيل مأساوية لانقلاب أتوبيس سوهاج. حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة سفر وسياحة شهير على طريق سوهاج البحر الأحمر هز قلوب وأدى لحزن 4 محافظات، حيث أن المصابين من أبناء محافظات الأقصر وقنا والقليوبية وسوهاج، وللأسف سالت دمائهم أمام أعين الكثير من أهالي تلك المحافظات. طبعا الحادث حدث في الليل والدنيا ظلام عاتم، وصوت انقلاب الأتوبيس على سوهاج البحر الأحمر أحدث ضجيج جامد جدا. حادث مروع شهدته محافظة سوهاج، دائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة، قلب حال أكثر من 4 محافظات. الحادث وتفاصيله بالضبط، أصيب في هذا الحادث 21 شخص بكسور وجروح وكدمات في الجسم، وده كان تابع الأتوبيس ده لشركة سياحية شهيرة زي ما قلنا، كان جاي من مدينة قفط بقنا على طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج. وتم نقل المصابين مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وحرر المحضر اللازم للواقعة وطلت النيابة العامة التحقيق.